لعلكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني لا بد إذا ناصحته لا بد أن أسمعكم أقول لكم ترى أنا قلت له كذا وكذا، دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. ما أراد أسامة بن زيد وهو صحابي كريم رضي الله تعالى عنه أن يكون باب النصيحة جهرا. قيل لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: لو أتيت فلانا يا عثمان بن عفان فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه، أنتم يعني تظنوا أني ما أتناصح معهما، لأن عثمان يعني في خلافته رضي الله تعالى عنه، إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني لا بد إذا ناصحته لا بد أن أسمعكم أقول لكم ترى أنا قلت له كذا وكذا، دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. ما أراد أسامة بن زيد وهو صحابي كريم رضي الله تعالى عنه أن يكون باب النصيحة جهرا وتشهيرا. قال أتريدون أن يعني إذا تقول لما تكلم الإمام عثمان، قال يعني إذا كلمت لابد أن أخبركم أقول لكم ترى أنا كلمت وناصحت، أتريدون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. فإن هذا فيما يظهر هي طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتناصحون في السر. يقول الإمام النووي تعليقا على هذا الكلام: قوله أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح، قال يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وفيه الأدب مع الأمراء. قتلة عثمان عليهم وزر دمه إلى أن تقوم الساعة، فإنهم جاهروا بالإنكار عليه، وهذا الفرق بين أسامة بن زيد وبين قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول النووي: وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم، وهذا كله إذا أمكن ذلك، بمعنى أن يكون الوعظ والنصيحة سرا ما أمكن ذلك.